دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بجماعة الهرهورة إلى الاستثمار في الشباب المغربي الذي يعد ركيزة أساسية للنهوض بالبلاد بغية كسب رهان التنمية. وشدد السيد بركة خلال الملتقى الوطني للحوار التلميذي المنظم من طرف المكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية تحت شعار كل الجهود للشباب كل الجهود للمستقبل على بث الأمل في هذه الفئة وتمنيعها من خطابات العدمية والتيئيس. هذا المهرجان يدخل في إطار الحوار مع الشباب وخصوصا الشبيبة المدرسية من أجل أولا انخراط في التوجه الذي أكد وجهة الملك في إطار خطاب ثروة الملك والشعب، حيث اعتبر أن ضرورة النهوض بالشباب في بلادنا ووضع خريطة الطريق قصيرة المدى في هذا الإطار، وبالتالي كان من الضروري نحن كحزب الاستقلال أن ننخرط في هذا التوجه وأن نناقش مع الشباب أولا منظور الحزب بخصوص الاستراتيجية المندمجة للشباب، ثانيا كذلك ما هي انتظاراتهم وما هي كذلك طموحهم في المستقبل من أجل التجاوب معها. ناقشنا مجموعة المواضيع كتهم الشباب، منها التجنيد الإجباري، منها التعليم، منها التشغيل، منها مجموعة من الشباب. عطينا مجموعة من الاقتراحات، عطانا مجموعة ديال الاقتراحات حتى هو والحلول، رجعنا شوية ديال الأمل اللي كنا كنفتقدوا للأسف في المجتمع المغربي ديالنا. وشكل اللقاء فرصة مواتية طرح من خلالها الشباب المشاركون أسئلة لاقت أجوبة من قبل الأمين العام لحزب الاستقلال، وهمت على الخصوص ضرورة الترفع على الشباب وتجاوز الإكراهات التي تواجههم بخصوص تكويناتهم أو في مساعيهم الرمية إلى إطلاق مبادراتهم الخاصة.